ببيناتنا اليوم معي ثلاث طلاب من الجامعة الأمريكية ببيروت AUB وهن تحديداً من الانترناشنال أفيرز كلاب. رح نتعرف عليهم سوا أنا وياكم. صباح الخير. صباحو. معي لكن أمير ريشاني. صباح الخير. حضرتك عم تدرس بوليتيكال ساينس علوم سياسية. روان صفا آخر سنة بيولوجي ورح تبلش ميدسين قريباً إن شاء الله. وخليل بدور أيضاً بيولوجي تاني سنة. انتو اليوم رح تخبرونا عن الكلاب اللي انتو فيه وايضا عن الكونفرنسز اللي عم بتصير ان كان ضمن الجامعة او برات الجامعة. امير ياريت هيك اول شيء تعرفنا عن الكلاب تبعكم انترناشنال افيرز كلاب. اكيد اكيد. نحن كلاب انترناشنال افيرز كلاب بالAUB اللي بنعمل نحن في تلاميذ تبع الجامعة بيمثلوا بلدان العالم. بكذا توبكس فيهم يكون عن بوليتكس ايكونوميكس وبعدين بعد كذا كونفرنس في عنا أربعة نختار الناس اللي بيسافروا على أمريكا على وورد مون وعلى تركيا. إذا ما هو الكلاب مثل ما قلتوا لي قبل بيشبه يعني اجتماعات الأمم المتحدة أو هو مثل هيك أمم متحدة بس على مصغر بالجامعة. صحيح روان، شو أهداف الكلاب؟ أي متى نشأ وليه نشأ؟ هلا هو الكلوب تقريبا صار له حوالي 8 سنين. بس نحن attending هو الكونفرنسز بلشنا بالهارفارد كونفرنس وبلشنا نروح عليه من 6 سنين تقريبا. هو هيدا الكونفرنس بكل سنه بكل بلد بيكون يعني بكل سنه ببلد ثاني. صح. ف يعني اخر فتره صرنا كل ما عم يكبر الكلوب واكثر ناس من الجامعه عم ينضموا على الكلوب تبعنا، يعني صار عنا تقريبا 160 تلميذ. فصرنا عم نروح على عم ننقي عالم ليسافروا على اكثر من كونفرنس واحد. بس انه هو الفوكس تبعنا يعني الهارفارد كونفرنس، عنا كونفرنس على نيويورك ومثل ما قال الامير على تركيا. يعني من اول ما تاسس الكلوب هو الهدف واضح انه تروحوا على المؤتمرات اللي بتعملها جامعه هارفارد باي بلد ان كانت، لان هي كل سنه عم تنتقل من بلد لبلد. مين اسس هيدا الكلوب؟ هل الجامعه هي اللي اسسته؟ لا، هن التلاميذ بالجامعه فيهم انه يعني بس يصير في عدد تلاميذ معين بيقدروا ياسسوا كلوب بالجامعه. نعم. وهن لكن في عدد دايرين الكلوب يعني. صح. عندنا ادفايزر دكتور مقتسي ويعني بنشتغل مع الدين وبنشتغل مع مس هبه ومس هنا ويعني وذ ذم نحن لحالنا بنشتغل على الكلوب. وهو اساسه الكلوب مش بس انه كرمال الواحد يسافر. نعم. مس هبه شعاع؟ لا، مس هنا هبه حميده. اها اوكي. ايه سو مش بس الواحد يعني هدفه بس يسافر ويربح برا، بس كمان يعني كرمال الواحد يساعد بطريقه حكيه وبيصير يقدر يتعامل اكثر مع العالم. نيغوشيشن كثير بيساعد بالدبلوماسي يعني. حلو يعني الواحد بتشتغلوا كثير على الكوميونيكيشن، طريقه. صح. التواصل الناس بين بعضها. مزبوط. وهذا طبعا هو هدف اجتماعي بالنتيجه يعني، وكانه هيك عم بتحضروا لتدخلوا على المجتمع الكبير يعني بيساعد لبعدين. مزبوط. نعم. بتعملوا خليل كل سنه مؤتمرات بقلب الجامعه اللي هن MUN conferences. شو هن هالMUN conferences؟ MUN هو مثل ما قلت انه نموذج امم متحده، هو بيسكلي امم متحده بس لطلاب من عمرنا. حيلا حدا اللي بيفوت على الكلب، كل اعضاء الكلب بيسكلي كل واحد بينعطى بلد، بينعطى بلد من بلاد الامم المتحده وبنحكي عن موضوع معين. ويلي بيصير انه جوات بيكون في كونفرنس، جوات الكونفرنس انه كل شخص بيطلع بده يمثل مش هو اراءه عن الموضوع، بده يمثل اراء البلد، فيها شوي مثل التمثيل وهيك قصص يعني، فيها رمزيه. مزبوط، بده يجسد البلد ويجسد اعضاء البلد. بيمثل عن افكار هذا البلد وشو البلد بيفكر عن هذا الموضوع. ما بدها بحوث هالشغل خليل؟ بلا اكيد بدها، بس بدها اكثر، بدها بحوث وبدها معلومات، بس بدها كمان سيلف كونفيدنس، وبدها الواحد يقدر يطلع ويكون عنده كاريزما ويقدر يحكي ويقدر يجذب العالم ويقنعهم. لانه بالنهايه يلي بده يصير انه كذا اشخاص بدهم يجتمعوا، بدهم يجربوا يلاقوا حل لهذا الموضوع. والشخص يلي هيك بيجرب يجيب كل الاشخاص مع بعض ويحكي كل الاشخاص ويكون صله الوصل اذا بدك بين العالم، هو بالنهايه الشخص اللي بيبين بالكونفرنس، هو الشخص اللي بيربح. وعلى اساسه عم بتنقوا، عم تختاروا. مزبوط. الاشخاص اللي عم بتروح، هل عم بيكون في ناس امير عندهم اختصاصات معينه عم تدخل بالكلب وتنجح كاعضاء بالكلب، او يمكن كل الاختصاصات مثل بعضها؟ نحن ما كل الناس فيها تفوت على الكلب، ما في اختصاصات انه بتفوت او لا، كل الناس فيهم يفوتوا، فيهم يسافروا معنا. هون بتشوفي في واحد بيولوجي، اثنين بيولوجي، واحد بوليتيكال ساينس، في عنا انجينيرز، في عنا من كل. والكل عم بيكون يعني بذات النجاح.
أكيد. عم يبرعوا إن كانوا ببيولوجيا أو علوم سياسية أو إشياء أدبية أو إشياء يمكن ساينتيفيك أكتر يعني. صح، لأنه هي ما كتير متعلقة بالميجر تبع الشخص، يعني هي مثل ما قلتي بدها بحوث إنه عن الموضوع عن التوبيك اللي نحن عم نحكي فيه، وبعدين كمان بدها الواحد هو إنه يقدر يكون صراحة يتحمل إناف إنه في عالم حتجي تشارعه وفي عالم رأيه غير رأيه، إنه بده يقدر يتعامل معه ومثل ما آخر يكون سلة الوصل بيناتهم. بدها قدرة أقنع. نعم خلي. حرصه لأمير فيه بورد مان إنه كان في بيولوجي أكثر ما كان في بوليتيكال. صح يعني أنا كان بدي أقوله بس قلت بلا ما أعمل حزازية بيناتكم إنه في اختصاصات علمية أكثر من ما في اختصاصات سياسية أو اجتماعية أو أدبية يعني. لكن كم مرة بينعمل المؤتمر بالسنة عندكم بالجامعة؟ مرة واحدة بتعملوا MUN conference؟ لا، بجوات الجامعة بنعمل أربع مرات. وبعدين بنسافر خلال السنة الدراسية. نعم. بأول السنة بنعمل أربعة، وبعدين يمكن بآخر السنة بنعمل واحدة لنخلص السنة مع كل الناس اللي سافروا واللي إجوا على الكلوب، وبعدين مثل ما قلنا في ثلاثة كونفرنس بنروح عليهم. يعني آخر السنة بتعملوا هيك مثل ملخص عن كل شيء صار، وهالأشخاص اللي بتسافر عم تيجي تخبركم شو عايشت من تجارب؟ أكيد طبعاً. أكيد. هيدي السنة صار شيء ما صار قبل بالكلوب. بورد مون أخذنا 8 awards من أصل من أصل 10، وبنيويورك كمان أخذنا award لكل delegation، وبنيويورك أخذنا 5 من 12. نيويورك أي متى كانت؟ السنة كمان؟ كمان يعني نحن مننقي 3 conferences بالسنة، وعساس الأربع conferences اللي نحن مننقيهم بقلب الجامعة مننقي هو الأشخاص اللي بيسافروا. كم شخص عم بيسافر على conference؟ 10 بيروحوا على هارفارد. نعم. الworldman، وفي 12 بيروحوا على نيويورك. نعم. وتقريبا 12 بيروحوا على تركيا. إنما حكيتوني كتير عن مؤتمر هارفارد اللي بيهمكن هو كتير، ما هيك روان؟ يعني لقلنا انه صراحة هو الكلوب بلش مشان يروح على هيدا الهارفارد كونفرنس، وبيهمنا كتير لانه بالنسبة لقلنا هالسنة اللي عملناه بهارفارد، يعني الحلو انه كله صار بهارفارد عم يحكي عن الاي بي. شو كان الموضوع؟ كان كله نحن كنا 10 تلاميذ من EUB، وكانوا كل 2 موجودين بكوميتي لحالهم، وكل واحد كان عنده موضوع تاني. يعني هني كانوا مع بعض وحكيوا عن ethnic conflicts، وانا كنت مع رفيقتي انا كنا عم نحكي كمان عن عم نشوف صور نحن عم نتحدث هون لما رحنا كنا لبسين بلوز لاي بي كمان. نعم. فكنا عم نمثل. كنتي معهم؟ ايه صح، كنا يوكرين نحن، وكنا كلنا كنا يوكرين، وكنا عم نمثل عم نحكي عن موضوع السكس اديوكيشن وكيف تتطبق بالبلاد وكيف كل بلد غير عن البلد الثاني. فبتكون انت مثلا رايك غير بركي، بس انه بطريقتك بدك تمثلي يوكرين، ما فيك تعطي رايك، ما فيك تحكي عن لبنان مثلا. مزبوط. يعني بدك تكوني 100% وكانك اوكرانيه. مزبوط. يعني في ناس كانوا لبنان هونيك كانوا عم يسالونا قلنا شو هن لازم يعملوا. لانه احنا اللي بنعرف. بتساعدوا بعض خليل اجمالا؟ ايه، بس نحن شغله تبعنا نحن كنا يوكرين، وكان انت بتعرفوا بيوكرين هلا في كثير مشاكل، ونحن كان عندنا ethnic conflict يلي هو المشكلة اللي عم بيصير بيوكرين هلا. ونحن كنا كتير انفولفد، وكنا مش هيك يعني، كان بدنا انه كتير عالم يفوتوا معنا ويساعدونا، لانه كان بدنا انه هذا الشيء بيهمنا، بيهم يوكرين، سو بدنا نفوت ونحكي فيه كتير. يعني وكانه عشتوا القضيه الاوكرانيه ودفعتوا عنها كانه هي بلدكم. مزبوط. فشو ربحتوا جوائز خليل؟ هو هارفارد بيعطوا شيء اسمه دبلوماسي اوورد. هو الجروب كله بيربح او شخص؟ لا، كل شخصين بكوميتي، لانه هن كل كوميتي بكل كوميتي بينعطى 6 اووردز اجمالا. نعم، هون الجوائز عم نشوفها. ايه مزبوط. هون لما ربحنا بعد الكلوزنج لما عطونا الاووردز تبعنا. نعم، هيدي كل الديليجيشن، هي نحن العشره ربحنا 8 من 10. هن كل الاووردز هن دبلوماسي اووردز، وبيكون بالكوميتي الوحده، يعني نحن كنا موزعين على 5، بالوحده بيكون تقريبا في من حوالي ال 200 شخص ل 400 شخص. وبس بيعطوا 12 اوورد، يعني في 160 بلد لنقول، بس بيعطوا 6 بلاد من ال 160. فنحن كنا عارفين انه عم نعمل كثير منيح بالكونفرنسز كلنا، بس ما كان حدا مؤكد انه عم يعمل منيح انف ليكون من الست اللي حينعطوا، لانه في كثير اماونت اوف عالم وكله عم يعمل كثير منيح، يعني جامعات كثير مهمه. طلعتوا الاول؟ طلعنا نحن يعني بالريشيو تبع اوورد للناس طلعنا الثالثين. واو، طلعنا الاول باسيا. ايه الاول باسيا. برافو، يعني عن جد شيء هيك بكبر القلب صراحه. قد ايه كنتوا الدبلوماسيين؟ كيف تعلمتوا هال يعني هالخبره؟ انا بلاقي هالشغله انه اول شيء فيها شوي انه عندك هيك تمبرمون انت وقتها تخلقي، يعني انه تكوني هيك، بس كمان شيء بتكتسبيه انت يعني على مدى الحياه وقتها تتعلم يعني. والاميوان كونفرنس بيساعد كثير تتعلم هيك شيء، انه لانه اميوان ما فيك تربحي، ما فيك تكوني منيحه باميوان
إلا ما تحكي مع العالم وتقدر تجيب عالم وتكون دبلوماسية. إذا بتكوني أغريسيف وهيك بس لوحدك ومن غلقة على حالك no way تقدر تربحي أو تعمل شيء بأميوان. نعم يعني بتكون تجربه هيك وكأنه تحلوا المشاكل مش تعملوا مشاكل طبعا. أمير الكونفرنسات الباقيين المؤتمرات الباقيين شو كانوا؟ كان في اثنين غير هارفرد السنة. كان في واحدة بنيويورك هي أكبر كونفرنس بنيويورك بجمعتين بيكون في 5000 تلميذ من كل العالم. نعم. مين منظمة؟ النظمة هي برايفت لا هي برايفت كومباني ستودنتس من كل أمريكا بيعملوها في حوالي 2500 تلميذ بالجامعة والثالثة هي تركي MUNTR هي صغيرة compared to the other two يعني بس كمان عملنا تلميذ بدهم كم تلميذ؟ بيكون في شي 1000 تلميذ نعم جاي من إيجا في كذا محل مدرسات من لبنان بيروحوا على هيدي الكونفرنس بس بتكون صغيرة compared to the other two يعني. شو كانوا المواضيع بنيويورك؟ موضوع نيويورك موضوع تركيا كمان في من كل شيء في ethnic conflict في economic problems في من كل شيء شوي لأنه ما في شيء معين نحن بنحكي كل واحد يكون عنده topic أو topic واحد أو اثنين بس في كتار بيكون في شيء 50 topic بكل الكوميتيز يعني ما في شيء معين وطبعا في جروب تاني اللي راح فريق تاني غيركم هو اللي مثل الـ AUB بهالمؤتمر اللي صار بنيويورك هل كان في أيضا جوائز؟ ايه أكيد ومين ربح؟ كان في دبلوماسي كان في ديليجيشن أورد بنيويورك ما بيعطوا كل واحد أورد بيعطوا لكل الديليجيشن يعني بتكون صعب كتير إنه كلهم يعملوا كتير منيح ليجيبوا هذا الأورد للأيوبي لأنه عم يشتغلوا على صعيد الفريق بأكمله مزبوط مش كل واحد لحاله يعني وجابوا هيدي السنة ومش بس هيك جابوا كمان individual awards كمان جابوا best delegate awards وجابوا دبلوماسي أورد يعني شيء عن جد بالفعل نحن فخورين فيكم أكيد وكيف هيك عم بيتمثل لبنان بالخارج صحيح عم تمثلوا هنيك غير بلدين إنما أنتوا لبنانيين يعني أكيد خليل بتركيا شو كان موضوع؟ بتركيا كمان دايما بيكون في كتير كذا موضوع من جميع المواضيع بكل الـ MUN conferences وكأنه بيشبهوا بعض شوي هنا اجمالا يعني هن المواضيع اللي عم بتصير بالعالم هلا بقى ايه انه اجمالا بيشبهوا بعض بس اللي بيفرق هو انه كيف العالم هونيك بالكونفرنس بيجربوا يحلوا الموضوع يعني ولا مره بحياتي بام يو ان من كونفرنس للثانيه حليت موضوع بذات الطريقه دائما في حلول غير وحتى بذات الكونفرنس بيكون في شي 3 4 حلول غير والعالم بيصوتوا عليهم وبينقوا اي حل احسن شيء نعم مين بتكون اللجنه لا هلا نحن بنصوت كلنا يلي بيكونوا اعضاء بالكونفرنس وبيكون في 3 او 4 اشخاص هن بيكونوا تشيرز يعني هن بيسكلي بيخلوا العالم يحكي مثلا انت واقف هلا انت احكي هلا هيك هن بيكونوا اجمالا تلاميذ هارفرد عندنا كانوا تلاميذ هارفرد نعم انه هن اللي بيعطوا النتيجه هن اللي بيربحوا الشخص او يعني مش معقول صوتوا لبعض اكيد لا يعني هيك لا. يعني هن التلاميذ هارفرد هن بيكونوا عم بيديروا الكونفرنس وهن يلي بالاخر بنقوا مين كان يعني مين كان اكثر شيء دبلوماسي مين قدر يوصل فكرته احسن شيء مين قدر يحكي قدام العالم كلها بطريقه مزبوطه هو يعني مش كلنا يعني هي اول شيء بتبلش انه كثير من انقسم بالكونفرنس لانه تقريبا في 300 تلميذ فكتير بيصيروا يشتغلوا يعني different ideas وبيصير كل واحد يعطي حل غير وبعدين هي الفكرة أنه نقدر نوصلهم مع بعض لنوصل لحل واحد يعني بالآخر بنوصل لورقة مثل بالأمم المتحدة بنوصل مثل resolution فيها كل الحلول اللي قدموها كل التلاميذ وبنصوت على أساسها نعم هل ممكن تكملوا بالكلاب إذا تخرجتوا من الجامعة؟ او لا. خلص الشغل بيوقف مع انتهاء التخصص تبعكم بالجامعه يعني نحن هلا الكابينت تبع هيدي السنه هن ملفه من 5 اشخاص فلما الواحد يتخرج ببطل فيه يكون بارت اوف ذا كلوب فبتترشح مثل كابينت جديده وبس ارباح وبيرجعوا ان شاء الله بكفوا بنفس الطريقه يعني بدي اقول لكم انه نحن كثير فخورين فيكم وان شاء الله بتكملوا من نجاح لنجاح اكيد اكثر اهلا وسهلا فيكم ثانك يو مشاهدينا نحن وقفه قصيره ومنتابع ام تي في الايف